بكم الغزالات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو الافكار والحماس، فيديو التنظيم والتنظيف وتغيير الديكور. غادي نكملوا الخدمه ديالنا في المطبخ، غادي نكملوها من هاد البلاكار. كي تشوفوا هاد البلاكار عندي خاص بالتوابل والاعشاب، ما عجبنيش الشكل ديالو نهائيا، ومده وانا تنقلب على شي قراعات اللي يعجبوني باش نعاود نرتب هادشي. كي تشوفوا دايره في هاد العلب اللي ما مقتنعاش بها تماما. فالمهم هذا هو الشكل ديالو. كتشوفوا لتحت عندي دوك البواطات ديال التوابل، هاد البلاستيك، والفوق عندي بواطات عاديين جامعه فيهم كل شيء. فغادي ندوز دابا نبدلو ونحيد هاد العلب ونستعمل دوك القراعات اللي شريت من ايكيا. اول حاجه غادي نخوي طبعا البلاكار كامل، غادي نحاول ننظفو وغادي نرتب فيه القراعات جداد بشكل جديد وبديكور جديد. وفي أثناء الإفراغ تشتت عليا راس الحانوت طاح عليا راس الحانوت، العجز باش نجيب الكرسي بقيت نتجبد تطاح عليا كل شيء، ولكن ماشي مشكل، مسحت ورجعت نكمل. هنا بغيت نشارك معكم هاد المنظمات اللي غنستعمل اليوم، هاد الدريجات هادو عجبوني، خديتهم من وول مارت. كي تشوفوا تيتحلوا فتياخذوا العرض ديال البلاكار اللي عندكم على حسب المساحه، فتيطوالوا وتيقصروا. كي تشوفوا استعملت جوج، وديك الاولى اللي كانت عندي غردتها هي الفوقانيه. هادو هما القراعات اللي شاركت معكم في الفيديو السابق واللي خديت من ايكيا. غندوز دابا للمرحله ديال الافراغ، فغنخوي كاع دوك البواطات القدام في هاد القرع. درت التوابل اللي باينه من بعد وندير لها الاسماء. اما التوابل اللي بحال العطريه ديال راس الحانوت، الدجاج، راس الحانوت، اللحم، بسطيلات الحوت، بسطيلات الدجاج، العطريات، القطبان، الكفته، المهر، فكاين شي حاجات تيتشابهوا، فهادشي علاش خصني اللي درتها في القرعه ديالها نكتب عليها سميتها باش ما يتلفوليش. صراحه كاين شي وحدين فيهم اللي شويه تيتلفولي، راكم عارفين حتى الريحه ديالهم تتكون تتشابه. فالمهم درت العطريه ديالي كامله، دابا دزت للاعشاب، فغنديرهم في هاد القرعات هادو. حتى هما خديتهم من وول مارت، عجبتني 8 دولار ديك الكارطونه فيها 12 قرعه من هاد الشكل هذا اللي هما كبار شويه، يعني غندير فيهم الزعتر، فليول، خزامه، زريعه الكتان، الاشياء اللي تيكونوا كثار شويه، ودوك القرعات الاخرين صغار بزاف ما غاديش يهزوهم لي. فالمهم غادي ندوز نعمرهم ونرتبهم ونكملوا التنظيم. صافي هذا هو الشكل ديالهم. هذه المرحله ما صورتهاش، ما لقيتش هذا الطرف في الفيديو. فالمهم كي تشوفوا ديك الشبيكه اللي كانت عندي لتحت دايره فيها العطريه، هي اللي رديتها الفوق كاع ونظمت فيها هذوك القراعات. قلت لكم خديت 12 وحده، هنا المنظم خدا لي فقط 9، فرتبت فيهم داكشي اللي عندي. وغادي ندوز لتحت نرتب هاد القراعي الصغار بهذا الشكل من بعد ما درت لهم كلهم داك ستيكرز. بالنسبه لدوك ستيكرز اللي درنا كي تشوفوا ديال الورق عاديين، فغادي نعطيكم هاد الحيله هادي باش ملي ديروهم ما تخافوش عليهم يتوسخوا، ما تخافوش عليهم الا بغيتو تمسحوا القراعات. فببساطه تتاخذوا سكوتش يكون مزيان ما تيطرش، وتتلصقوه تتغطيو به هذاك ستيكر كامل، هكذا تتقدروا تمسحوهم وتتقدروا تقاسوهم بيديكم ما تيتوسخش داك البيض اللي فيهم. وهذا هو الشكل النهائي. وطبعا غادي تسولوني شنو هاد الاعشاب الكثيره اللي عندك، غنخلي لكم في صندوق الوصف جوج فيديوهات مهمه جدا كنت درتها فيها فوائد كل نوع من هاد الاعشاب. دابا من بعد ما كملت البلاكارات كاملين في الفيديوهات اللي شفتو من قبل، يعني رسينا البلاكارات عاودناهم بالترتيب وبالتخمام،
بغيت نبدل شويه في الديكور ديال الكوزينه، يعني ما غادي نبدل شي حاجه كثيره غير فقط بعض اللمسات. فغادي نطفاها اولا لان خملت البلاكارات غير من الداخل، مازال لي نمسحهم من برا التفف. فغادي نضرب واحد المسحه مزيانه التفف للرخام الحيط، ثم غادي ندوز نبدل. بغيت نبدل هاد الطابيه هذه، واخا هي مريحه راه سبق لي شاركتها معكم، ولكن داك اللون اللي فيها المهم طلعوا لي فراسي، فبغيت نبدلها. غنبدل شويه هنا فوق البوطاجي، مازال بغيت نخويه، يمكن نخوي دوك الفناجل نحيدهم. ما تعجبنيش كاع البوطاجي صراحه تكون فيه شي حاجه تعجبني يبقى خفيف. وغادي نبدل هادو طالعين اللي في الراس ديال بصح كبار، وكيشتو عندي هنا البوطاجي غير صغيور واخدين لي مساحه كبيره، فباغا نحيدهم هادو اللي فيهم السكر والقهوه وحبوباتي. فالمهم غادي نحيدهم لان كبار بزاف ومضيعين لي المساحه. حتى دوك الفناجل نحيدهم، نقدر نخلي دوك التوابل او الاعشاب ونخلي القطارات القهوه. قطارات القهوه الا شفتو لاحظتو راه حيدت الكبيره، جمعتها في كارطون تا وهبطتها لتحت وجبدت هذه كانت عندنا قديمه صغيره هي باش ما تاخذ ليش لا سباس بزاف. بالنسبه لهاد الشيء هادي راني بعدا نقصت منها، الا عقلتو كان عندي واحد الطاجين وواحد القربه كنت حاطاهم فوق البوطاجي. انا دابا خويت كاع البوطاجي، غادي نحيد حتى هاد الطابلويات وغادي نلصق واحد العلاقات شريتهم من ايكيا وفيهم واحد الغريسات باش يعطيو واحد شويه ديال الخضار في الكوزينه. وغادي ندير في الوسط واحد العيبات ما لقيت لهمش سميه، واحد البواطا. المهم انتم غادي تشوفوهم، خديتهم من بانغود او لا صيفطوهم لي بانغود في واحد التعاون، هما ديال السريال. فمنهم منضربهم زوين، منهم يجيو للدراري قراب باش يبقاو ياخذوا السريال ديالهم بوحدهم. فالمهم غادي تشوفوهم في الفيديو، ايضا غنشاركهم معكم فاش نجمع المشتريات ديال بانغود وندير الفيديو، لان صيفطوا ليا لا كليه مازال كليه اخرى، وعاد ندير فيديو ديال التعاون ونوريكم داك الشيء كامل. صافي تنظن هاد الشيء. المهم كي شفتوا انا اصلا كنت دايره الاحمر، دابا تنحاول نقص هاد الاحمر، هاد الطاتش الحمراء كامله بغيت نحيدها لانني غادي نعاود بزاف الحاجات في الدار وغادي نهرب من هاد اللون عاوتاني شويه. فالطبله ما تديوش عليها، تندير هاد الميكا لان الدراري تيخربشوا لي العود. المهم واخا هاد الميكا لا علاقه، ولكن الا خليت العود عريان تيخربشوا. فيلا الا كنت غادي نحط شي حاجه ولا غادي نصور عليها ونعاود وتنعاود نغطيها مباشره. صافي حاجه اخرى حتى هي، حاجه اخرى حتى هي اللي بغيت نبدل هي الريدويات. هاد الريدويات حتى هما فيهم هاد الاحمر فيهم الموطاغ، صافي حتى هما طلعوا لي فراسي. كي قلت لكم ما بغيتش يبقى عندي هاد الطاتش حمراء، فتا هما غادي نبدلهم. هنا كانوا عندي الساعات ثلاثة، حيدت دوك جوج الحمر خليتيه وحده كحله وصافي. فالمهم انتوما معايا، غادي ندوز دابا بعدا نقي مزيان البلاكارات ونمسح، وعاد نبدا تنبدل الحاجات اللي بغيت نحيد ونحط الحاجات الجداد اللي غيكونوا في بلاصتهم. كي تتشوفوا خويت فوق البوطاجي ودزت تنظف تندير شويه ديال الماء وفيه الخل زائد نقيطه ديال الصابون. فهذا هو المسحوق اللي تنظف به التفف ديال البلاكارات، خصوصا هاد الجهه هادي لانها فوق البوطه، فتتعرفوا الدخان والبخار فدغيا تيتوسخوا. خصك يديك ويد المسيح باش ما يشدش فيهم داك الهدام، لان داك الهدام الطياب خايب الى لصق في الخشب تيدير واحد الطبقه سميكه. خصو دائما المسيح ودائما الغسيل لا البلاكارات لا الميكرووند، واخا لا هوت ما كافياش، خص ضروري المسيح دائما. ومن بعد ما كملت فغادي ندوز ندير واحد المسيحه خفيفه لقطاره القهوه، ثم غادي نمسح هاد القريعات ديال الاعشاب لان حتى هما تيتغبروا حتى هما تيوصلهم داك الدخان ديال الطياب، فخصهم حتى هما دائما نمسحهم لان قراب من البوطه.
وبالنسبة للسكر وحبوباتي، فكيف قلت لكم غادي نحيد دوك العلب كبيرة، فانا عودتهم بهاد العلب هادي اللي خديتهم في هاد السيلفر. نحاول ندير كاع الحاجات في هاد اللون الفضي او السيلفر، كي تشوفوا هاد اللي درت صغار بزاف وما غاديش ياخدوا لي مساحة فوق البوتاج. وخديت ايضا شبيكة تاية ديال السيلفر ودرت فيها المغرفات ديال الخشب وديال السيليكون. ندوز لهاد الجهه، كي تشوفوا حيدت دوك الطابلويات اللي كانوا عندي تما. غادي نضف، طبعا هنا التنظيف غيكون اخف لان هاد الجهه بعيده على الدخان. تشوفوا هادي هي ديال السيريال اللي قلت لكم اللي خديت من بانجود، زوينه يعني فيها واحد بحال رويضه هكا تدور وتيهبط السيريال في الزليفات. غادي ندوز دابا كي تشوفوا راني خدامه نركب هاد الاكسسوار اللي جبت من ايكيا، واللي جبت معاه هاد الغريس هذا ديال البلاستيك. فسبق لي وريته لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم خديت الصغيرين ديالو، فهما هادو الصغار. فهيعطيو واحد النظره وغادي يعطيو ديك الخضوره للمطبخ. وفي اليوم الموالي اول حاجه بديت بها من فقط هي تحت الحوض، كانت اخر حاجه مازال لي. تحت الحوض بحالو بحال المجر ديال المعالق، ديما فيه الروينه تاعي ما ترصي. هنا عندي هاد الشبيكه فيها هاد الادوات ديال الباربيكيو، فغنحيدها غنهبطها عليا لتحت باش ما تبقاش واخده لي مساحه، وغادي ننظم تحت الحوض. وطبعا كيف العاده دائما تنستغل الدفف ديال البلاكارات من الداخل. فهنا كي تتشوفوا شريت هذه، سبق لي شاركتها معكم، اللي تدار من على برا نورمالمون الفوطه، فانا دايراها من الداخل للرشاشات. ودابا علقت فيها دوك الشيتات. هنايا دايره هاد الشبيكه حتى هي للداخل، تندير فيها هاد الفيطات اللي تنستعملهم للبوطه والبوطاجي. وها حنا طرقنا هذا المسمار، ما تنساوش دائما تسدوا بهذا القفيل على وليداتكم الا كانوا مازالين صغار. من بعد دست نحيد الريدويات باش ننظف الشراجم من الداخل ومن برا قبل ما نعلق الريدويات الجداد. في هذه الاثناء كانوا وليداتي فاقوا، الزوج ديالي فاق، لقاوني انا راني خدامه، وداز راجلي تيوجد لينا الفطور. فهنا شافني مشغوله، فمسكين داز تيوجد الفطور وخلاني انا تنكمل الشغل ديالي. هلا قد جادي ولسه ضربة مغربية يعني. كلينا بالزربة وجمعت المعنات درتهم في الماكينة ودست نكمل الشغل ديالي. تقريبا كملت التنظيف ديال الرخام ديال البوطاجي، بقات لي غير الارضيه، فغادي ندوز نشطب.
هاد الجهة الأخرى مازال عاد غادي نبدا فيها، غادي نحيد هاد الميكا ديال الطبلة، وغادي ندوز نمسح الطبلة مزيان ونزيرها شوية. كاين شي كروات حسيت بهم تيترخا وبدات تتزعزع، فزيرتهم مزيان مزيان ومسحت الكريسيات، مسحت المراية. المهم راكم عارفين الحملة ديال التنظيف راه باين شنو تيدار فيها. الحاجة اللي كنت باغا نديرها هي هاد الطبلة، بغيت نقص لها ديك الزيادة تتشوفو كبيرة وشحال ما حطيت فيها ما تيبان، فنضفت تحت منها مزيان وغادي ندوز نحلها. من صراحة من نهار شريتها وانا مخلياها هكا، دابا اول مرة غادي نحيد لها الزيادة، زعما ما تيجي عندنا حد وحنا غير بعض الناس، فما كيلاش نقصت عليا ديك الزيادة وصغرت الطبلة. وهادو هما الريدويات الجداد اللي غادي ندير، كي تشوفو خديتهم في اللون الابيض وفيهم واحد الخطيطات خفاف بالرمادي او لا بالقري باش يتماشاو مع داك اللون السيلفر، وايضا الابيض باش يدخل لي الضو مزيان، لان كي تشوفو عندي الشرجم والباب البالكون بعاد على البوطاجي فتلقى صعوبه في التصوير. الا لاحظتوا انني فاش تنصور كونتر جور في هذا الفيديو نفسه وتتبان في شي لقطات الظلام، لان تيجي الضو بعيد، فمن الاحسن نديرهم بويض باش يعكسوا لي الضو اكثر. هادو هما الطابيات الجداد اللي خديت، كي تشوفوا حتى هما خديتهم في نفس اللون في الابيض والكري. اخر حاجه بقات لي هي هاد السجاده اللي ديال باب الكعبه، فهنا تتجمع لي الدخان، غادي نحيدها وغادي نديرها في الصالون ان شاء الله. فهادي هي اخر حاجه غادي نغيرها وغادي ندير في بلاصتها هاد اللوحه هادي، يعني هاد اللوحه تيلا توسخات بالدخان نقدر نمسحها، السجاده ما غادي نخاف نغسلها وتخسر لي. وهذا هو الشكل النهائي ديال المطبخ من بعد التخمال ومن بعد التنظيف ومن بعد اللمسات والتغييرات اللي ما كانتش كبيره بزاف، ولكن دارت فرق في النظره ودارت فرق في الشكل. بغيت ايضا نشارككم هاد البويلات هادو، خديتهم من ايكيا حتى هما، فعندي البلاكارات ما فيهمش الاضاءه من التحت، يعني ماشي داك الشكل الجديد اللي فيه الاضاءه، فخديت هادو فيهم اللصقه ديالهم تيلصقوا تيخدموا بالحجر، وكي تشوفوا فقط بضغطه واحده تيشعلوا الضوء، فغنديرهم تحت البلاكارات كاملين. وهذه هي سالامونجي، درت فيها حتى هي داك العشب الاصطناعي بسيط ويعطي ديك النظره ديال الخضار. بالنسبه لهاد الطابيه اللي كانت قديمه في البوتاغاز فدرتها هنا في الخرجه ديال الداك، ايضا بالنسبه للمسحوق ديال غسيل الماعن فدرته في هاد القريعه لانها عجبتني. وهذا هو كل شيء، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى تكونوا شفتوا فيه افكار، خديتوا منه افكار اللي تفيدكم وحفزكم باش ديروا تغييرات زوينه وباشياء بسيطه. نضرب لكم موعد فيديوهات مقبله وتنقول لكم احبكم في الله.